لما قالوا على قوانين الأحوال الشخصية اللي حضرتك عملتي كثيرا من أي أجل إصدارها للمرأة آه المصرية، أي قوانين جيهان، أي واستخدموها الحقيقة أعداء الرئيس السادات أو أي منتقدوه أي استخدموها كثيرا ضده، أي وقالوا حتى من التعليقات إن الرئيس السادات إداها لك هدية يوم عيد ميلادك. لا لا، بصي هقول لحضرتك، فعلا انا ورا قانون الاحوال الشخصيه ولا انكر هذا. هذا هو التدخل الوحيد اللي عملته، وفي نفس الوقت مش انا اللي عامله القانون، كان في كفاءات هي اللي بتعمل القانون ومتخصصين، مش انا اللي هعمل قانون الاحوال الشخصيه، في متخصصين في الدين وفي القانون وفي كل ده كانوا مجتمعين في لجنه وهي اللي عملت هذا القانون، وانا كنت يعني بعمل الدفع الدعم. ليها، الدعم ليها بالظبط كده. زعلتي لما سموها قوانين جيهان؟ لا ما زعلتش، ما صراحة. زعلتش، لا والله بالعكس فرحت. فرحت لان بس لقيت المرأة بتاخد حقها في وقت من الاوقات، وكله من الشريعة الإسلامية، ما خرجناش بس عن الإسلاميين الشريعة. انقلبوا عليه بعدها، الإسلاميين اللي هو ساعدهم على الخروج من الأم ايوه، بس انقلبوا عليه وقتها عشان خاطر يقولوا البشر. في حاجة غلط ضد الشريعة ولا ضد الإسلام في القانون قبل ما يتغير. وانا اقول لك يعني اذا كان في حاجة غلط، لا يمكن كان في حاجة غلط، لان انور السادات متدين ومسلم، ولا يمكن، وانا في نفس الوقت برضو ما لا ارضى ابدا اي شيء خارج الشريعة ولا الاسلام. زعلتي لما حسيتي ان كثير من الحاجات اللي حضرتك عملتيها لما جاء الرئيس السابق مبارك ابتدى يتم يتردم عليها؟ يعني انا هقول لحضرتك حاجه، انا حاولت اروح ازور النور والامل، اي لان انا وفاء عارفه، عفوا، الوفاء والامل، لان انا عارفه انها مؤسسه كانت في عهدك مؤسسه بارزه ومهمه، جدا والبنات اللي جدا. كانوا بيغنوا وبيعزفوا وحاجات اخرى كثيره، بالظبط. نشاطات اخرى كثيره. للاسف المؤسسه حالتها سيئه جدا، اي وبعدين اعتقد انها قالت مؤخرا للقوات المسلحه، وكان اي صعب الوصول اي لتصريحات ان احنا نصور فيها. اي حسيتي ان حاجات كثيره عملتيها اتقفل عليها؟ طبعا يحز في نفسي انها ما تتقدمش، يعني انا دي مش متقدمتش، دي تراجعت. تراجعت. ما هو انا حتى كلمت حرم الريس، قلت لها امتى؟ من سنين، قلت لها يعني يعني بعد الاغتيال بقد ايه تقريبا؟ لا بمده يمكن 10 سنين او حاجه زي كده، فقلت لها يا ريت يعني تدي اهميه للوفاء والامل، لان دي انا مش دي مش ملك جيهان السادات، دي ملك الجنود اللي حاربوا وجرحوا ودافعوا عن مصر، مش أنا. وبعدين فتحت فيها أقسام للأطفال وللسيدات وقسم حتى للمسنين فيها هناك، وفي يعني فيها قالت لك ايه؟ قالت لي حاضر، وفعلا فعلا عينت أفتكر حرم محمد شاكر اللي هي مدام سفير محمد الأوني، شاكر. سفير محمد شاكر، فما اعرفش مسكته فتره وبعدين سابته، وبعدين يعني انا كان نفسي ان هم يتولوا حاجة زي دي ما تموتش ما يعني. تموتش ما تموتش. خصوصا هقول لحضرتك حاجه، يعني انا بعد الاغتيال جمعت السيدات اللي انا بشتغل معاهم، وقلت لهم، قلت لهم انا عايزاكم تساعدوا حرم الرئيس، لان هي لسه بتبدا العمل الاجتماعي، وطبعا تحتاج مساعدة وتحتاج مشورة وتحتاج يعني ناس عندهم خبرة. فقالوا لي لا احنا مش هنشتغل، لا كفاية علينا كده معاكي وخلاص، وهي تنقي ناس تانيين. فقلت لهم كده اكن انا اللي مش عايزاكم تشتغلوا، فارجوكوا انتوا تروحوا لها وتقدموا نفسكوا ليها، واذا رضيت تتعاون معاكوا وعايزه تتعاون معاكوا يبقى خلاص، مش عايزه يبقى الامر طب ليها. وهي رضيت ولا ما رضيتش؟ لا في الاول رضيت الحقيقه. هل كان بعد الاغتيال في علاقات بينكم؟ يعني العلاقات بينكم الاول وهو نائب رئيس ومبارك نائب رئيس كانت شكلها ايه؟ كانت كويسه جدا جدا. هل صحيح ان حضرتك كنت معترضه على ظهورها في ادوار اجتماعيه ولا ما هي ما كانتش؟ عمري عمري، ولا هي ولا غير، مش انا، مش انا اللي عندي دي، بالعكس ده انا عندي عايزه، ده انا عايزه الستات كلها تبان وتبقى لها دور وتعمل وتشتغل، بالعكس بالعكس. بعد الاغتيال علاقتكم كانت عامله ازاي؟ يعني هي كان في فتره كده في الاول كويسه، بس كانت مده بسيطه كده، وبعدين حصل
ما اعرفش حصل خلاف كده، قعدنا سنين ما بنتكلمش خالص. الخلاف كان على ايه؟ الخلاف كان على يعني كان في مثلا محاكمة اللي قتلوا أنور السادات، فأنا الحقيقة يعني كنت شايفاهم عمالين يشتموا في السادات ويشتموا فيه ويقولوا تجريح بطريقة، فأنا كلمته في التليفون وقلت له يا ريس يعني دي هي محاكمة أنور السادات ولا قتلت أنور السادات؟ فقال لي أنا ما بتدخلش في القضاء. قلت له وأنا لا أرضى إنك تتدخل في القضاء ولا يمكن أفكر في حاجة زي كده، بس يعني مش معقول اللي بيحصل ده، يعني التشنيعات اللي اتقالت لا تتصوري شكلها إيه. وبعدين الجرايد اللي عمالة تكتب وتألف علينا تأليف وتتهمنا بحاجات، ابني ما دخلش الجامعة مش عارفة، وابني عنده طيارة بتجيله عمودية مش عارفة بيطلع فيها ازاي، وانا ما دخلت الجامعة من غير شهادة، وحاجات يعني كلها افتراءات بدرجة، وغيره وغيره، وهربت شنط وخرجت بذهب وعملت ومحلات 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 في وتاكسات الشواربي وتاكسات وأنا لا أملك حاجة خالص. فكان حازز في نفسي إن ده يبقى بالكذب بالشكل ده يعني، ويطلع بقى طبعا الحقيقة كان كتر خيره واحد زي أستاذ موسى صبري أو أستاذ أنيس منصور أو غيرهم، كانوا بيدافعوا ويكذبوا ويقولوا اللي بيحصل يعني الحقيقة إيه. فيعني من هذه اللحظة العلاقة بينكم، طب أنت حضرتك كلمتيها توترت، ولا بس كلمتي الرئيس؟ لا كلمت الرئيس واختلفت معاه، ف يعني حصل مقاطعة لفترة. وبعدين لما جت حرب العراق هو كان بيقول خطاب كده، فلقيت نفسي بطلبه الحقيقة وهنيه وأقول له يعني اتبسطت جدا إن أنا سمعتك و... ده تقريبا 10 سنين بعد الاغتيال، بالظبط حاجة كده 9 سنين طيب. وخلاص ما بقاش فيه خصام يعني، لكن ما كانش فيه علاقة بالمعنى إلا بيني وبينها هي يعني، لو عزت، ودي كانت عمر ما عزنا حاجة عمرك بصراحة، عزتي منها حاجة؟ لا ولا أنا ولا أولادي يعني، ما حصلش إن إحنا كان لنا طلبات بصراحة شديد، لكن هو كان البيت كان البيت بالفعل اللي أنا فيه ده بيت حكومة يعني، ما لكن الحكومة قايلة إن ده منفعة عامة لي أو منفعة لحضرتك، يعني ده حضرتك طبقة طلع، فيه هقول لحضرتك قرار ده أعتقد. طلع قرار من مجلس الشعب نعم بيه، ف يعني ما كانش لنا طلبات خالص، فيعني الحقيقة ما عرفش يعني عمرك ما اتصلتي بيها طلبتي حاجة؟ هطلب ايه لميس، ما فيش طلب اطلبه، انا بشتغل بره وباجي اجازاتي هنا و